أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. تعجيلاً في فرج مولانا صاحب العصر والزمان الثانية غفر الله لكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مسلوب العمامة والرداء، سيدي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال مولانا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه: على الإسلام السلام، إذ بليت الأمة براع مثل يزيد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. الله تبارك وتعالى عندما خلق الخلائق وجعل على هذه الخلائق حجة، في كل زمان هنالك حجة من يمثل رسالة السماء. طبعاً كان دور الأنبياء عليهم السلام، دور الأنبياء كيف إن الأنبياء جاءوا وحرروا عقول البشرية، قاموا بتحريرها واستخراج البشرية من الظلمات إلى النور، حتى وصل الدور إلى المصطفى صلى الله عليه وآله، والنبي قال: إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله. شاهد الحديث: بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، هنا دور النبوة، جاء دور الإمامة، فكان علي عليه السلام هو الإمام المفترض الطاعة، هو من يمثل رسالة النبي، هو من يمثل رسالة السماء، هكذا حتى وصل الدور إلى علي عليه السلام. وكيف إن أمير المؤمنين
عانى ما عانى من المجتمع في زمانه، وما زال معاناة علي عليه السلام إلى يومنا هذا يعاني من الجهل الذي يصيب البشرية. فأمير المؤمنين كيف كان إن الصراع بين علي عليه السلام بين الحق والباطل، كيف إن علي ومعاوية، حتى إن البعض أخذ يتصور أو يقول أو يؤول تأويلات ليس لها داعي أساساً، عندما يقول إن القتال ليس بين الحق والباطل، ليس بين الإسلام والكفر، بل إن القتال بين علي ومعاوية من أجل المناصب، من أجل الكراسي وغيرها. هكذا بعد رحيل أمير المؤمنين سلام الله عليه جاء دور الحسن سلام الله تعالى عليه. الإمام الحسن أيضاً عانى أشد المعاناة، كثيراً من المعاناة التي عانها سبط النبي صلى الله عليه وآله. الإمام الحسين يقول في الحديث الذي افتتحنا فيه مجلسنا لهذه الليلة، يقول: على الإسلام السلام إذ بليت الأمة براع مثل يزيد. يعني إذا أصبح راعي الأمة وقائد الأمة وخليفة الأمة والحج على الأمة يزيد، ماذا نقول على الإسلام؟ نقول عليه السلام. ليش؟ السلام عليه. لماذا تسلم على الإسلام؟ إذا كان يزيد يمثل خلافة النبي. هكذا نجي إن شاء الله بالحديث نتناول عن دولة بني أمية وعن يزيد بالتحديد. معاوية بن أبي سفيان كان عنده والي. الليلة خلونا نبحث عن الخلفية التاريخية لبيعة يزيد بن معاوية. معاوية كان عنده والي أحد الولاة في مدينة الكوفة، المغيرة بن شعبة. المغيرة طبعاً إذا تجي إلى تاريخه وتقرأ تاريخ المغيرة ماكو يعني فضائل ولا فضيلة أساساً تذكر في تاريخ المغيرة، بل تجد على العكس أن تاريخ المغيرة عبارة عن وقفات انتهازية، وكان معروف بالبغض على أهل البيت عليهم السلام هذا الرجل الانتهازي، حتى أنه كان من الداخلين على بيت فاطمة عليها السلام. هكذا المغيرة. فالمغيرة وصلت إليه الأخبار إن معاوية سيقوم بإعفائه عن ولاية الكوفة. أنت شايف الطاغي دائماً شو يريد يسوي؟ هذا الفاسد والطاغي ما يحب واحد يجي يطلع من مكانه. شو يقول لك؟ يقول لك خلي أنا أطلع حتى أحفظ ماي وجهي، ها؟ حتى من يقولون والله هو اللي قدم استقالة وطلع، بحد بعد هذا أساساً؟ لا، ما حد بعد. ليش؟ يقولون هو قدم استقالته وطلع. فالمغيرة ايش قال؟ قال أنا خل أحفظ ماي وجهي. يا بشلون تحفظ ماي وجهك؟ قال أذهب إلى الشام وأقدم إعفائي عند معاوية حتى يطلعني عن ولاية الكوفة، حتى أمام الجمهور ورأي الجمهور شو يقولون؟ ما يقولون معاوية طلع المغيرة، لا، يقولون المغيرة هو اللي قدم إعفاءه، هو اللي طلع من الولاية مالت الكوفة. ذهب. دائما الشيطان تشوف أفكاره أشكال، باللحظات تجي أفكار شيطانية كثيرة، يجيب أفكاره ماكو. وهو في المسير في الطريق خطرت في باله فكرة. شنو هاي الفكرة اللي خطرت في باله؟ قال أنا قبل لا أدخل المعاوية خل أدخل ليزيد، أروح ليزيد. إيش عندك ويزيد؟ شو تريد من عنده؟ قال خل أقنع يزيد على قضية الحكم بعد معاوية. لذلك إحنا من نقول المغيرة سنة سيئة. ليش؟ المغيرة كان هو له الدور الأساسي والهدف الأساسي في تنصيب يزيد للزعامة بعد أبيه معاوية. وإلا لو تجي إلى بنود الصلح بين الإمام الحسن عليه السلام وبين معاوية، ماذا كانت تنص البنود؟ واحدة من البنود اللي تم إيقاعها بين الحسن وبين معاوية يقول ألا يوصي معاوية لأحداً أن يقوم مقامه. مو هيك أكو بند لولا؟
هذا من ضمن البنود. هسه معاوية ما التزم بالبنود، معاوية ما أخذ بند ولا مشى بأي بند. معاوية من اللي التزم بيها؟ الإمام الحسن عليه السلام بقى ملتزم، البنود اللي تمت بقى ملتزم بها الإمام. أما معاوية ما التزم بأي بند من البنود. فمحل الشاهد، راح المغيرة بالطريق فكر بهذا التفكير، قال يا بأ أنا أجي وأدخل على اليمن، أدخل على يزيد راح أقنع بالولاية من بعد أبي، خلي يصير حاكم. أو نعم، وصل المغيرة إلى الشام، دخل للشام، دخل إلى يزيد، قال له يا يزيد ما الذي يمنع معاوية؟ شنو اللي يمنع معاوية ما يخليك تقوم مقامه؟ ها، خليه ينطيك الولاية من بعد الخلافة، من بعد يوصلك بالخلافة. يزيد استحسن الفكرة، أخذ بيها، فكرة جميلة. ها، يزيد شارب خمر، يزيد يلاعب القروت، ها، يزيد ويزيد وما أدراك ما يزيد، وراح نجي يزيد إن شاء الله. ها، ونشوف هذا اللي كان يسمونه أمير المؤمنين ويسمونه خليفة المسلمين، وشوف الأقلام المأجورة، وشوف الألسن المأجورة، وشوف الفضائيات اللي أسسوها. ها، فضائيات تدافع عن فكر أموي، فكر ما أنزل الله به من سلطان. ونرى كيف من سخر وجوده بالدفاع عن من؟ عن الفكر الأموي، ويقاتل على مود الفكر الأموي. وشنو اليوم اللي خلف لنا الفكر الأموي؟ وشنو اللي قدم لنا الفكر الأموي؟ أنا أقول لك شنو أهم إنجازات الفكر الأموي اليوم؟ أنا أقول لك شنو اللي قدمه؟ قدم لنا القتل، قدم لنا سفك الدماء، قدم لنا مفخخات. وهذه دولة بني أمية اللي قتلت الشعب وقتلت العالم الإسلامي، اللي جابت لنا التكفير وجابت لنا داعش وغير داعش، هي هاي دولة بني أمية. ها، وياه اللي دافع عنها، ياه اللي أنذر وجوده وسخر وجوده بالدفاع عن دولة بني أمية. ابن تيمية ماكو شيء بحق أهل البيت، بحق عليين، إلا يأخذ ابن تيمية ويجيبه. لمن يجيبه؟ يجيبه المعاوية والبني أمية. هكذا سخر وجوده إلهم، سخر كل إمكانياته إلهم. لذلك اليوم إذا تقرأ عن بني أمية وتشوف التاريخ كيف يكتب عن بني أمية، تشوف بعض الأقلام المأجورة تكتب عنهم وتمدح بهم، أمثال ابن تيمية وغير ابن تيمية، اللي جعل بني أمية بمقام الأنبياء، بمقام الأولياء، بمقام الأئمة الاثنى عشر، هكذا جعلهم، جعل خلفاء بني أمية. فمحل الشاهد، استحسن الفكرة يزيد، ارتاح له للفكرة، دخل على معاوية، قال له يا أبا ما الذي يمنعك أن أقوم مقامك؟ أنت ليش ما توصي أنا أقوم مقامك؟ قال من أين لك بهذه الفكرة؟ قال إن هذه الفكرة للمغيرة، قال علي بالمغيرة، دخل المغيرة. قال وكيف يتم هذا الأمر؟ شلون راح نجهز له؟ شلون راح نقوم بالتمهيد لهذه القضية، قضية البيعة ليزيد؟ طبعا أهم مصرين هي الكوفة والمدينة. إيش قال له؟ قال أنا علي الكوفة، أنا أكفيك أمر الكوفة، وأنت عليك بالمدينة. خلي نتوكل ونجمع الأصوات على من؟ على يزيد، خلي نتبايع يزيد. قال إذن لنعمل على هذا الضوء. لذلك المغيرة رجع. هسه احنا ايش قلنا بالبداية؟ قلنا المغيرة راح يقدم استقالة يطلع من الولاية، مو هيك لو لا. رجع بعد، رجع مسيطر، ماخذ الاوكي منين؟ من دولة الفساد، من الفاسد معاوية. اللي يسمع الطرب، اللي يشرب الخمور معاوية. شاهد الحديث، رجع، خلاه رجع المغيرة. اول عملية قام بها المغيرة، سوى المغيرة بالكوفة. احنا مع الاسف دائما هذا الشيء اللي نحذر من عنده. سوى المغيرة، جمع الشعراء، جمع الادباء، جمع الشيوخ، جمع أصحاب الكلمة، جمع الواجهات،
دولة شنو شغلتهم؟ إشراد من عدهم؟ قال يابا أنتوا تذهبون إلى الشام، ترحون للشام ومع ولد أبي موسى ابن المغيرة. قال له تأخذهم للشام، دولة خلي يأدون البيعة، يبايعون من؟ يبايعون يزيد. ها؟ ونعم مشوا إلى البيعة. معاوية ماذا قال لأبي موسى ابن المغيرة؟ قال بكم اشترى أبوك ذممها أو لا؟ دول أبوك لازم اشتراهم بفلوس، لأن ما معقولة يجون يبايعون. دول جاباهم بفلوس. أنت شايف إحنا دائما مرات شكو شي يصير نطلع ونصفق له ونركض وراه كيارة رصيد 1000 دينار وهاي اللي موجود اليوم عندنا. فشاهد الحديث، قال له والله دطاهم كل واحد 3000 درهم. قال إذا لقد هان عليهم الأمر، وبدأ الترتيب لبيعة يزيد بن معاوية. معاوية ذهب بنفسه إلى المدينة، المدينة لقى بها موقف صلب، ما قدر أساسا يتجرأ ويطرح موضوع البيعة على أهل المدينة. ليش؟ لأن كان الناطق الرسمي باسم أهل المدينة الإمام الحسن عليه السلام، كان الإمام بعده موجود على قيد الحياة، فلذلك الإمام رفض جملة وتفصيلة، ما سمح لأي شيء إلى أن ينطق به، لذلك أجل موضوع البيعة ورجع معاوية للشام. أول عملية قام بها معاوية هو تصفية الإمام الحسن سلام الله عليه. نعم، قتل الحسن، جاء دور الحسين، أصبح الناطق الرسمي باسم أهل المدينة بل باسم المجتمع الإسلامي والعالم الإسلامي هو الإمام الحسين عليه السلام، حتى إن معاوية لم يتدارك الأمر فذهب إلى جهنم وبئس المصير. جاء دور يزيد. يزيد طبعا من إجا وصد للخلافة، خلنا نرجع شوية علما للموضوع قبل شوية تحدثنا عنه، قلنا الصلح، وثيقة الصلح بين معاوية وبين الحسن عليه السلام، ماذا قال له الحسن؟ قال له أن لا توصي أحدا يقوم مقامك. يزيد الصد لمقام معاوية، لو ما صد مقام معاوية صد نصب خلافة المسلمين. لذلك يزيد كان الهدف الأساسي والهدف الأول في قضيته ماذا؟ أخذ البيعة من الحسين عليه السلام، الهدف الأساسي. جاءوا فطلبوا البيعة من الإمام، والي المدينة جاء وطلب البيعة، لكن الإمام الحسين عليه السلام يريد يرفض. الإمام يريد يثبت موقف بأن يزيد لا يصلح ولو واحد بالمليار لخلافة المسلمين وقيادة المجتمع المسلم، ما يصلح. ليش ما يصلح؟ راح نجي للحسين، بماذا يصف يزيد ودولة يزيد، ولماذا الحسين خرج على يزيد وقاتل يزيد وضحى بدمه وبأهل بيته عليهم السلام. الحسين ماذا أجاب للمدينة؟ قال له ما فائدة البيعة إذا تتم هذه البيعة بالسر؟ أكو فائدة بها؟ ماكو فائدة بالبيعة بالسر، باكر وأمام منظار المجتمع وأمام العالم كل، راح أعطيك أنا موقف عن من؟ أعطيك موقف عن البيعة، ماكو إشكال. قال له ماكو إشكال، باكر إن شاء الله وناخذ البيعة. اجتمعت الناس، اجى الحسين عليه السلام، هنا موقف يريد يرفض الإمام الحسين، يريد يرفض هاي الدولة الأموية ويريد يرفض الحاكم الأموي. شلون الإمام لازم يرفضه أمام العالم الإسلامي أمام المجتمع؟ اجى الحسين، ايش قال للإمام سلام الله عليه؟ ماذا قال؟ اتنبه لي، وصف الحسين بماذا يصف يزيد، ايش قال؟ قال له يزيد، الحسين يقول لوالي المدينة المكلف بأخذ البيعة من الحسين هكذا، قال له يزيد رجل فاسق فاجر قاتل النفس المحترمة شارب الخمر، مثلي لا يبايع مثله. هذا أول موقف أعلنه الحسين عليه السلام. قال له يزيد رجل فاسق، شنو الفاسق هذا؟ شنو هالفاجر؟ شنو هذا اللي قاتل النفس المحترمة؟
شنو يزيد اللي لاعب القرود ها؟ يقيم مجلس عزاء ويعتزل عن العالم، والله القرد مالته أبو قيس مات بشرفك، هاي خلافة يمثل المسلمين ها؟ وين ابن تيمية والعقول التيمية خدتج الدافع عن هذا الخليفة؟ سويتوا بالإسلام جبتوا هاي النماذج وتردون تحسبوها على الإسلام. يزيد أساساً أنكر حتى رسالة السماء ها؟ يزيد أنكر محمد صلى الله عليه وآله وأنكر الوحي. يزيد تجي تدافع لي عن يزيد، وتجي تكتب لي عن يزيد أمير المؤمنين، وتجي تسويه خليفة المسلمين. شنو اللي سواه يزيد؟ أنا أقول لك شنو سواه يزيد. يزيد أول ما افتتح الدولة مالته بقتل الحسين عليه السلام ها؟ واختتمها بواقعة الحرة. هذا يزيد اللي دافع عنه واللي يتكلم عنه واللي يسخر أقلامه ويسخر كل إمكانياته بالدفاع عن يزيد. فالحسين يخاطب والي المدينة يقول له هاي الأوصاف مال يزيد، فهيهات أن أضع يدي بيد يزيد بن معاوية. ليش؟ لأن الحسين عليه السلام من أول بداية كان رافض لهذا النهج، رافض لهذا السلوك، رافض. فلذلك حتى الخروج، خروج إمامنا الحسين عليه السلام على يزيد، يزيد ما كان يمثل الإسلام ولو واحد بالمليار، ماكو تمثيل للإسلام ولو ظاهرا، ماكو شيء يمثل الإسلام، ماكو شيء يقرب للإسلام ها؟ لذلك إذا تجي إلى تاريخ بني أمية ماذا تجد عن تاريخ بني أمية؟ شرب الخمور، الطرب، الجواري، مراودة أحدهم للآخر على نفسه، هي هاي دولة بني أمية لولا. هسه هم يقولون على كيفكم يا الروافض، ما خليتوا شي ما حكيتوا، عمي الله وكيلك مو مصادرنا، حتى مصادركم جاي تذكرونها مو عندنا ها، مو مصادرنا. لذلك الذهبي يقول يزيد كان يفعل المنكرات، أو يزيد كان يشرب الخمر. احنا قلنا لا، مو احنا قلنا، انتوا اللي تقولون وتوصفون يزيد. فمحل الشاهد 3 سنين حكم يزيد، سوى سنة قتل الحسين، ضرب الكعبة بالمنجنيق، استباح المدينة، هو هذا يزيد، تاريخ يزيد. يعني شو تريد مثلا انا اقول لك رضي الله عنه واقدس لك يزيد وهذا تاريخه؟ ما من الممكن. ولذلك يجي ابن تيمية بكل صلابة ويوقف شو يقول؟ يقول يزيد أمير المؤمنين يزيد، فإنك تتكلم عن يزيد. وراح نثبت إن شاء الله، حتى ما أريد هم أطيل عليك، كيف إن يزيد أنكر حتى رسالة السماء. شلون يزيد أنكرها؟ يزيد ماذا قال؟ قال لعبت هاشم بالملك. سوت بني هاشم؟ قال تلعب بالملك ها؟ فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا ينسونه هذا البيت الشعر ليزيد، لأن يزيد كان شاعر، لأن يزيد كان موصوف بالشعر باللهو، فهذا البيت يقدرون مثلا يقولون مو ليزيد. بالله عليك ماذا تستنتج من هذا؟ لعبت هاشم بالملك ها؟ يقول بني هاشم يلعبون بالملك، ماكو دليل على وجود الوحي. زين هذا مسلم دو هم نقول رضي الله عنه، نسأل ابن تيمية شو يقول عنه، خلي دافع، لأن ابن تيمية هو المدافع ها؟ نقول له ماذا تقول؟ شو تقول لنا هسه؟ تقول لنا يزيد رضي الله عنه، لو تقول لنا كافر؟ إذا قلت رضي الله عنه قلنا مو هنا جاي ينكر الوحي يزيد، وهنا ينكر الوحي يعني ينكر نبوة المصطفى صلى الله عليه وآله، واللي ينكر نبوة المصطفى مسلم لو مو مسلم ها؟ بالله أريد أسمع منك مسلم لو مو مسلم شو تقول؟ عجيب يعني إذا كان شخص مو يم الإسلام. لذلك الحسين نشوف موقفه حتى يوم كربلاء، الإمام نفس الموقف، موقف واحد ثبت عليه الحسين، ما تنازل عن هذا الموقف ولا هذا عن هذا الموقف. قالوا له مجرد كلمة تقولها شنو؟
تقول نعم تنتهي القضية، كل قضية تنتهي وماكو مشاكل ولا تنقتل ولا تسلب ولا يحرقون الخيام ولا يذبحون الأطفال ولا يأخذون النساء سبايا. مجرد قول نعم. قال ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا ذلة. ها موقف ثابت. الحسين خرج من أجل الإصلاح، الحسين خرج من أجل الأمر بالمعروف. إحنا نجي اليوم لشديد الأسف حتى نسيء للثورة الحسين، نهدم مباني الثورة الحسين وقدسية الثورة المباركة. شلون شلون يهدمون بيها؟ الحسين اللي ضحى، الحسين اللي قدم طفل عمره 6 أشهر هو الرضيع، قدم الحسين من أجل الدين من أجل الإسلام. يجون ما أدري يومية جايبين فت شعيرة جديدة ومدخليها إن على المذهب ومدخليها على الشعائر الحسينية، ويقول لك والله هاي شعيرة، مو هاي الضر، مو هاي المبغضين النواصب. من يلزمون هاي الأشياء شو يقولون؟ يقولون هي هاي ثورة كربلاء، هي هو هذا الحسين. وشوفوا شلون مسخرين فضائياتهم على مود هاي القضايا. احنا ندعي المثقفين، ندعي العلماء، ندعي الناس الواجهات بالمجتمع، يوقف المفروض بوجه هاي. ما يسمح الواحد يسيء على الحسين وأهداف الحسين. إساءة على ثورة كربلاء ما مسموحة. كل إنسان يدافع عن هاي الثورة المباركة ما يسمح لنفسه. إذا شوف قدامك إساءة على شعائر الحسين وعلى أهداف ثورة كربلاء، واجبك توقف وتصدى لها، ما تخلي يسيء لها. ليش؟ لأن ثورة الحسين قدم دماء أبي عبد الله من أجل هاي الثورة. ويجي يغط نفسه بالطين، مسوي له بركة ما طين، شعيرة التطين، يغط نفسه كلها بالطين. أي شعيرة هاي اللي سويتها وجبتها وتمشيها علينا تريد؟ منين جبتها هاي الشعائر وجيت بيها؟ وشلون سويتها؟ شايفينه لو لا أخواني؟ كيف يسوي له بركة مال طين وينام بيها ويقوم كل طين؟ الله وكيلك. يطلع شلون؟ تقول واحد طالع بالمقبرة كان دفان مال المقبرة وطلع بس عبارة عن قطعة طينية وجاي. وين احنا وصلنا؟ هو هاي أهداف ثورة الحسين. الحسين اللي يقول ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. أريد تباوع، شوف لي هنا هدف الحسين، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. عجيب. إصلاح، ثورة، علم، جهاد، هذا هو الحسين وثورة الحسين. رفض لكل بدعة، رفض لكل فاسد، لكل إنسان يخرب البلاد والعباد، هو هذا نهج الحسين عليه السلام. الحسين خرج على يزيد أن يزيد مثل ما واحد بالرياء يمثل أنه مسلم، حال حال كل فاسد، حال حال كل واحد يجمع ما يجمع على مذهب أهل البيت عليه السلام. لذلك الإمام سلام الله عليه قال ما خرج إلا لطلب الإصلاح، وأنا ذيك حضر جنابه يجيب ويذب على ثورة كربلاء وشعار ثورة كربلاء، ونشوف النتيجة. شو النتيجة؟ يطلع مبغض علي، يطلعون النواصب اللي بقلوبهم بغض على أهل البيت ويتكلم ويلزم القناة 24 ساعة بس يحكي علينا. قلنا يلا بس الطين وتنتهي ماكو إشكال. قالوا لا، راح نوديكم في الشعيرة الجديدة. شنو الشعائر الجديدة؟ كلكم شايفينها، ماكو واحد ما شايفها.
حتى اللي يسمع صوتي بالخارج أقول له صدق لو كذب، يقول لي لا والله صدق عم اللي تحكي. جابوا شعيرة ما أعرف شو يسموها، خاف نسميها شعيرة الأقفال، ويزعلون علينا يقولون أنتم بويش دعوة عليكم مولاي، مو جاي السيء، والله جاي السيء الثورة كربلاء، والله جاي السيء الأهداف كربلاء، والله جاي الضربينة، ما جاي تخلينا هاي شنو، شايف شلون يخلي الأقفال منا نبزنودة وبظهرة، ها قفل يقفل هاي هي هكذا عجيب، شلون سويتها وشلون جبتها هاي ومنين جبت مصدرها؟ لو هذا اللي يسمي نفسه كلب رقية أو كلب زينب أو كلب سكينة ويزحف ويعوي شلون الكلاب عجيب، هاي جاي تضر أنت بثورة كربلاء، أنت ليش ما تجي تأخذ لك هدف من ثورة كربلاء؟ خلنا ناخذ نفذ هدف من ثورة الحسين، ها نقولي إحنا شيعة ويا الله خلنا ناخذ هدف شلون الحسين يوحد القلوب أبو عبد الله الحسين، ها جمع ثورة كربلاء، جمع جون وجمع برير وجمع زهير وجمع عابس وجمع كل الأصحاب بيهم المسيحي وبيهم كان خارجي وبيهم من غير مذهب، جمعهم حب الحسين وجمعهم الحسين سلام الله عليه. ليش ما تجي اليوم ناخذ هاي ونخلي هذا بلدنا العراق اللي ينزف دماء، ها بلدنا لليوم تهجير وقتل ومفخخات بسبب من؟ بسبب هاي الأفكار اللي جاءت إلينا من التكفير، من النواصب، من مبغضي علي، من الفكر التيمي، ها من فكر بني أمية. ليش ما نجي نتوحد؟ ها بلدنا هذا إذا مو أنا وأنت المثقف والمعلم والمدرس والمهندس والدكتور ورجل الدين ورجل العشيرة وطالب الجامعة وطالب المتوسطة وكلها تكون إيد وحدة، ها وتوقف إيد وحدة وتقول والله نعمر البلد هذا ونوقف بهذا البلد لأننا نحن أهل العراق وأولى بالعراق، هيك المفروض هذا اللي يريد الحسين عليه السلام، ها وتخلي شعارك دائما هذا الشعار اللي رفع المسيحي ويرفع الصابئي ويرفع المسلم وترفع كل الديانات اللي موجودة بالعراق، شترفح هو هذا الشعار مالها؟ تقول أنا عراقي أوالي العراق أرض الأنبياء وشعب الأوصياء، هذا بلدك، تعال تخوم وتجي تنام لبطين وتقول لي أريد أحرر بلد أنا من داعش ومن تكفير، ها؟ أنت خو ما تجي تضرب نفسك، هاي شعائر موجودة أخوان واللي يحب موجودة مواقع التواصل الاجتماعي يشوفها، وصلنا لهيك مرتبة بندقية، ها ويضرب نفسه طلق الله أكبر، لأي حال وصلنا؟ وين وصلنا شعائر الحسين؟ لا هاي مو شعائر للإمام أبي عبد الله، هاي شعائر ابن تيمية، خرافات ابن تيمية، عقل ابن تيمية اللي يجيب هاي الأشياء ونزلها ومشاه عليهم، ها ابن تيمية اللي عنده استعداد يفعل كل شيء، ابن تيمية اللي خالف بصريح العبارة يخالف رسول الله، يخالف رسالة السماء، لأن اللي خالف النبي خالف الله سبحانه وتعالى، يخالف النبي ويخالف رسالة السماء وأوامر النبي، والله شنو يقول؟ لأن الروافض يشبهون بهذا الشيء، منهاج السنة التشبه بالروافض لابن تيمية، شو يقول ابن تيمية؟ يقول إحنا نترك حتى المستحب، ليش؟ لأن هذا المستحب يشبهون به، يا هم اللي يمتثلون لهذا المستحب يمتثلون به الروافض، ما دام الروافض يسوون احنا شو نسوي؟ نتركه ما نمشي به، شنو هذا اللي يمشون به؟ انا ما اريد اطيل عليك، طولت عليك، شنو هذا الشيء؟ مثلا التختم، كان النبي صلى الله عليه واله واهل بيته والخلفاء من بعد النبي وين يتختمون؟ باليمين، ابن تيمية سوى؟ لا احنا قال ما نتختم باليمين، ليش؟ لأن قال هذا التختم إذا تختمنا باليمين ما راح نميز السنة من الرافضي، إي ابن تيمية جيد جدا ماكو إشكال، شو سوى ابن تيمية؟ قال إحنا ما نتختم باليمين نتختم باليسار،
مو ابن تيمية والعقول اللي تدافع عنه واللي اتبعه نقول لهم هاي مخالفة الرسول الله لو مو مخالفة الرسول الله، هذا مخالف لو ما خالف؟ إذا خالف شلون تتبعون إنسان هيك عقل؟ عقول متحجرة عجيبة. لذلك الحسين من وقف يوم كربلاء الإمام راد يحرر هاي العقول، راد يحرر هاي الأفكار الضالة، لأن الحسين إذا ما ينتفض اليوم الدين الأموي هي هاي اللي موجودة عندنا، ويشوف شلون جاي ندفع ضريبة، بلد تهجر، بلد نزح، بلد ما خلوا شيء ما سووا بالعراق، خيرات النهبت هي هاي الأفكار الأموية والأفكار مال ابن تيمية اللي وصلتنا بهذا. لذلك الحسين يوقف يوم كربلاء أمام الجيوش وأمام الجموع، يوقف كعبة الأحرار، قائد الثوار، رمز أبي عبد الله سلام الله عليه، يوقف الحسين يخاطبهم، يخاطب الجيوش، يقولهم على ما تقاتلونني؟ شنو السبب أنتوا اللي جاي تقاتلون؟ تحشدتوا وتجمعتوا ورفعتوا الرايات انعقدت، ها؟ على شنو؟ شنو بالله شنو؟ أنا بقت؟ نهبت؟ سلبت؟ قتلت؟ على ما تقاتلونني؟ على سنة غيرتها أم شريعة بدلتها؟ شنو؟ أكو شيء عندكم أنا غيرت الحسين؟ يقول لهم على ما تقاتلونني؟ على مالا نهبته أم حق سلبته؟ شنو اللي تقاتلون به؟ شو يقولوا له؟ قالوا نقاتلك بغضا منا لأبيك علي لما فعله بأشياخنا في بدر وحنين. يرجع عاد الإمام الحسين، خلينا هاي اللحظات نعيشها شوية ويطف كربلاء، يا الله شوية هاي اللحظات سنحتاج بها دمعة للحسين، وبقلوبتنا هواي آلام، وهاي الدمعة على صبط النبي على ابن الزهراء. يا الله ويا الزهراء، الزهراء تصافح بالوجوه لأن هي تقول أدور بالمجالس مثل المضيعة، بلشت صوت ناع لولدي ينعى، ورشباب الحسينيات بالدمعة. نقلها يا زهراء احنا هنا الليلة كنا قاعدين وجاي نعازي الحسين ونعازيك بالحسين عليه السلام. لذلك يقول المؤرخين، يقول من رجع الإمام سلام الله عليه رجع إلى الخيام، شلون رجع الإمام؟ ينادي بأعلى صوته، مولانا أخويا العزيز سامع أنت شايف شلون إذا واحد يريد يودع عزيز عليه وتدربي راح يطلع يموت هذا، ها؟ والدار راح تتهدم مال الحسين، ها؟ الدار ما تبقى الدار إذا مات الحسين، ما تبقى الدار تتهدم. يا آل الله إيش قد دور تهدمت لكم يا آل الرسول؟ دار الصادق اللي حرقوها، دار مجزرة كربلاء اللي ما زال اليوم تراب، يا دار كل دور آل محمد، دار الحسين بعد ما سقط، انقتل الحسين على تراب، سقط أبي عبد الله، حرقوها الدار، لأن الخيمة تعني الدار، ترى خاف واحد يقول إيش دعوة، هي خيمة واحترقتي الخيمة تعني الدار. رجع الإمام، إجا قلت لك الإمام ينادي بأعلى صوت، يا زينب يا أم كلثوم، هل من إلى الوداع، لقد قرب منكن الافتجاع. شلون موقف العلويات؟ شلون موقف الأطفال؟ يقول بقوا يدورون على الحسين، هاي تقبل الإمام بيده وهاي تقبل الإمام بعمامته، لكن ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله. الإمام ينظر للخيمة، يعاين بالخيمة، قال أخي زينب مالي لا أرى سكينة، شو ما جاي أشوفها وينها؟ تقول له أخي يا أبا عبد الله تقول كيف أودع والدي وداع الموت، هاي راح يروح بعد راح يموت ما يرجع الحسين،
قال لها يا زينب أنا أقوم بنفسي لوداعها، أنا أقوم أودعها. قام الحسين نظر الإمام وإذا بسكينة تأتي إليه، شو تقول له؟ تقول له أبا أراك استسلمت إلى الموت؟ قال كيف لا أستسلم ولا ناصرا ولا معين. ودعها الحسين، خرج الإمام بباب الخيمة لكن النداء يجي، تقول له قف لي هنيئة أبا يا حسين، أنا جايك للنعو أريد أنعالك الليلة، ماكو إشكال إخواننا طلبوا ورادة ونع الليلة وماكو إشكال وعند استعداد أبقى وياك للصبح أنعى، بس خلي أسولف لك هذا الشيء حتى تتأثر عدل وتبكي عدل على الحسين. شايف إذا عندك طفل أو تطلع والطفل يركض وراك يقول لك بويا أوقف أنا أريدك تاخذني وياك وأنت تريد تسافر يوم يوم وين مو هواي، شنو موقفك؟ أنا أقول لك الطريق كله من تمشي شو تسوي؟ تظل بس تتذكر بي وتبكي والله تنهضم، والله تنهضم. أنا طلعت من البيت جيت للمجلس للشافعي، يعني ليلة رابع اللي هنا أنا محافظة القادسية، الله شاهد عندي ابني من وراي سوالي باي باي بابا، من تباوعت تذكرت موقف رقية تذكرت موقف سكينة تذكرت موقف أطفال الحسين، قل ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله. لذلك الحسين طلع تقول له أبا يا حسين قف لي هنا، قال ماذا أتريدين يا نور عيني؟ شو تقول له؟ تقول له أبا انزل من على ظهر جوادك وامسى على رأسي كما تمسى على رؤوس الأيتام. يا حجة الله يا فرج الله، ايش قد عندنا أيتام بالعراق اليوم تريد واحد يمسح على رأسها؟ تقول له أبويا قول لا تخفي علي. يا الله يلا خلينا نسوي الحسين وعياله. والله أبويا قول لا تخفي علي هذه روحتك يوب عاد جاية. تقول له أبويا إن كان رايح هاي هي وياك خذني عنك ما أقدر أصبر. أثرت بك هذا الموقف مو؟ سكينة هم تتأثر سكينة، شو تقول له؟ تقول له روح يا حسين كل احنا فداياك وخذنا للحرب يا حسين وياك، والله وياك بويا لا يغيب حتى قعدتناك. تقول له انت ما رايح تغيب حتى انا اقعد تانيك، ولا راح تسافر يوم ولا ساعة وترجع، والله لا يغيب حتى قعدتنا اياك ولا يقول سفر ويوم وين يرجع. خرج الامام الى ساحات القتال، الله يا ابا عبد الله ما هي الا لحظات واذا بامامنا صريعا على تراب كربلاء. عتجي ليله الحادي عشر تطلع العيال يم الحسين، ايش بقى بالحسين؟ لم يبقى شيء، الحسين جسدا بلا رأس على رمضاء كربلاء. والله قعد قعد يم ابو اليم ينحبه، والله ينحبه يا نسكنة تعدد الهن وهن يبجى، والله يبجى والرباب الصيح بالله حال الاطمئن، والله قعد يا زينب وسوتها مناحة، والله مناحة والله تلطم على الوجه راحة. سكينة عم كلم يا أباكي لعله يجيبنا، يلا ماذا أقول له؟ كلمي أنت عزيزة الحسين حبيبة الحسين، أبا من الذي قطع وريدك؟ أبا من الذي أيتمني على صغر سني؟
تقلها يا عم يا سكنة خلنا جادة ما بيني وبينك نسند والله بالجاني يفك عينا وننشد يا جرح من مضد يقل اخويا زينب اخويا زينب اش تقولين اش تقولين والله يا جرح من هنت بمدين اجركم الله واذا هم بهذا الحياة واذا بشمر يقوم بضرب سكينة وسحبها عن جثمان ابيها وعينها على الحسين تقل ابويا برضاك يا رغم انا عليك والله عليك يجرن الشمر من بين ايديك والله ابويا انا ادري بحميتك ما تخليك والله ما تخليك لكن معذور يا الحزه وريديك والله وريديك بويا اثار الابويا ناس خيمه والله خيمه يفي على بناته وحريمه يا حال عيال الحسين بطفي كربلاء يا الله كنا عندنا حوائج وعندنا مرضى وهواي من اخوانكم يسألوكم الدعاء والليله جمعه نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الليله ان يفرج عن مولانا صاحب العصر والزمان وعن سماحه السيد الاستاذ يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من اعوانه وانصاره والراضين بفعله والمستشهدين تحت لوائه يا الله. اللهم ما من طالب لحاجة في مجلسنا هذا ممن سألون الدعاء إلا قضيت حاجته بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله. إخوان الحاضرين ممن سألون الدعاء ممن لديه مريض، إلهي بزين العابدين يا الله، من كان عنده مريض بعليل كربلاء من عليه بالصحة والشفاء يا الله. ارحم أمواتنا برحمتك التي وسعت كل شيء، إلى وجه الله والنبي الأشرف والأئمة الطاهرين المعصومين إلى أرواح الموتى من شيعة أمير المؤمنين الذين لم يذكرهم ذاكر، ولشهداء المبدأ والعقيدة، وإلى السيد الجليل عبد الرضا الحسني، وإلى الشيخ حيدر الظالمي والمرحوم علي قطوف، وإلى المرحوم أبو قحطان رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.